السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد بسالفة جديدة وحكاية جديدة مع أمل. اليوم حكايتنا شيء مختلفة لأنه أنا مدرسة إنجليزي وعادة بعلمكم العادات والثقافة الأمريكية، بس اليوم شوية حغير لكم الموضوع وحشارككم ثقافتي الإريترية. يمكن بعضكم يعرفني أنا إريترية ويمكن بعضكم ما يعرفني أنا سعودية ومتلخبطين في الموضوع هذا. أنا أصولي إريترية لكن مواليد السعودية، فعشان كده أتكلم لهجة سعودية، وطبعا تربيت في السعودية طول عمري وكذا. فالفكرة أنه سبحان الله كنا يعني إحنا برا البيت كل شيء سعودي، طيب في المدرسة سعودية وأصحابنا سعوديين وكل شيء نتكلم لهجة سعودية، لكن جوا البيت ظل إريتري سبحان الله. فكانت في بعض العادات والتقاليد اللي حسيت أنها فعتني أنا كثير صراحة، وشفت أنها يعني جميلة وحبيت أن أشارككم فيها. طيب أنا متأكد أن كلكم كل البلدان يعني ما شاء الله خير وبركة، وكل واحد فيكم عنده عادات وتقاليد جميلة جدا. وأنا صراحة سبب مشاركتي لكم اليوم فيها لأنه صراحة أشوف أن الشباب أو الأطفال في هذا الزمان فقدوا كثير من هذه العادات والتقاليد اللي كانت جميلة جدا في عاداتنا زمان. وأتمنى أنه يمكن لو عندكم ناس يعني منكم لسه حيتزوجوا ولا عندهم عيال، يمكن هذا الفيديو يعني يحفزكم إن شاء الله أنكم تعلموا عيالكم هذه العادات والتقاليد لأنها صراحة جميلة جدا. أوكي؟ لأنها بتهذب الشخص، تخليه يعني كذا راقي. أوكي؟ فيها أتيكيت. طيب وزي ما قلت لكم كلكم أكيد خير وبركة، وأبغاكم أنتم كمان في نهاية الفيديو هذا إن شاء الله تكتبوا لي تعليقات عن عادات في بلادكم جميلة وأثرت فيكم بشكل إيجابي. أنا طبعا بما أني إريترية حعلمكم على العادات الإريترية اللي حسيتها فرقت معايا. طبعا الحين إحنا عندنا كإريتريين عندنا عادات كثيرة جدا سبحان الله، بس الفكرة دائما أنه كل شيء له بروتوكول وكل شيء له يعني إتيكيت وأساسيات، ما في شيء كذا يعني سبهللة. طيب مثلا أعطيكم مثال، يعني عندنا هنا القهوة الإريترية يمكن بعضكم يعرفها، جدا مشهورة، هي لها طقوس معينة. مثلا أنه في طاولة خاصة للقهوة، أوكي، وبتتحمص القهوة مثلا قدام الضيف وتنطحن قدام الضيف وتقدم بنفس الشكل بطريقة معينة وكذا. طيب الفكرة أنه حتى في مثلا يعني كيك أو شيء مثلا حلويات تقدم مع هذه الأكلة. الحين هذا هنا الطقوس صراحة تبدأ، يعني أنه الكبير في العائلة مثلا، كان جدتي مثلا زمان لما كنا صغار كان جدتي، طيب مثلا أبوي يكون موجود صح، لكن عشان هي أكبر منه هي اللي بتدعي مثلا. أوكي؟ فبتدعي قبل مثلا الأكل. أوكي؟ فبتدعي دعوة مثلا حلوة للجميع ونحن نأمن على دعاها، وكي تقسم مثلا الأكل وتعطينا إياه كل واحد فينا هذا. وطبعا يا ويلك وسواد ليلك اذا انت تجرأت وقدمت يدك او اخذت من حاجه منها، لانه ممنوع منع باتا، ما في شيء اسمه زي كذا. يمكن تقول انت طب ليش هذا كل التعقيدات، ليش احنا مش محتاجينها يعني؟ بس صدقوني يعني انا شوف حقول لكم الفوائد في النهايه. طيب انا ايش استفدت منها يعني كتربيه، ايش استفدنا منها بعدين. طيب بس خلينا الحين نعرض العادات نفسها. فالمهم فانه تقسم لنا كذا وتعطينا، اذا مثلا هي مش موجوده جدتي يكون ابويا يقوم بالدور هذا، اذا ابويا مش موجود مثلا يعني امي تسوي هذا الدور. بس المهم انه الاكبر دائما لما يكون مثلا متقدمين في اكل برضو نستنى، حتى لو كنا جمعنا على سفره لازم نستنى لما اكبر واحد فينا ياكل، وبعد كذا احنا نسمي ونبدا ناكل. اوكي؟ ايش كمان من الاشياء اللي هذا، انه ممنوع طبعا تفشي اي سر من اسرار بيتك، هذا فيها ذبح، فيها 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 اعدام احنا على طول. عارف كيف انه يعني مش عارفه بالضبط، احنا يعني في عائلتنا كانت امي تكره جدا انه اي حاجه في البيت هو يعتبر سر من اسرار العائله، ما يطلع برا البيت ابدا، لو قتلت لو شنقت لو مش عارفه ايش. فتربينا بهالطريقه، واعتقد هذا الشيء يعني يخليك دائما كاتم اسرار لانك تعودت على الكتمان من انت صغير. فهذه برضو شيء جميل جدا. الأكل برضو نفس الشكل قلت لك. في حاجة تانية كمان جميلة جدا كانت يعني أشوفها كثير حتى الإريتريين الثانيين يسووها، اللي هي مثلا إذا أحد آذاك أو أحد تكلم عليك أو كذا يقولك إيش دخلك فيه. أوكي؟ وأمي كان لها حاجة جميلة جدا كانت يعني إحنا طبعا لما كنا صغار كانت تغيظنا هالكلمات. أنا أقول لكم يا حين أني أثرها بعد سنوات لما شفتها لما كبرت، يعني شفتها على نفسي لقيت أنها حاجة حلوة، فهمت علي؟ لكن انا صغيره كنت انغاض منها طبعا، ما اقول لكم كنت مبسوطه منها لانه كان في تشدد. اوكي؟ كنت احسها تشدد، لكن الان شفت اثرها وفائدتها. فالمهم كانت ايش تقول لنا مثلا اذا قلت لها ماما شو فيه قاعد يطلع لسانه علي، طيب فهي كانت تقول كلمه جدا رائعه وصراحه والله يحطها شعار في حياتكم، اللي هي تقول لسانك ولا لسانه.
يعني سؤال، لسانك ولا لسانه؟ هو لسانه، ايش دخلك فيه؟ طيب تخليه يطلعه ويدخله يسوي اللي يبغى يسويه في لسانه، فهمت علي؟ فهي انه يعني انا حين ما اجي افكر فيها انه لا تنشغل بالاخرين، ايش دخلك فيهم؟ يطلعوا لسانهم يسبوا يتكلموا كويس ما يتكلموا كويس، انت ايش دخلك؟ انت ركز في حياتك. طيب فهي يعني كلمه يمكن كانت تغيظني وهي صغيره، لكن والله الحين حسيت انها هي صارت شعاري في الحياه. انا من جد من اخر الناس اللي بهتم في الاخرين، يعني مش من يعني انانيه وكذا، لا 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 الحمد لله مش كذا، بس انه ما تمشي على يقولوا ايش قاعد يعملوا، يعني ايش دخلني فيهم خلاص كذا، عارف كيف؟ بس هي جت من الصغر، يعني انه لك لسانك ولا لسانه، خلاص خليه يسوي اللي يبغاه، فهمت علي؟ فهذه كانت جدا يعني مشهوره عندنا اياها في البيت، وانا شفت برضو كثير اريتريين يقولوا نفس الكلمه، وش دخلك؟ وش دخلك؟ خلاص خليه يسوي اللي يسوي، مالك شغل، فهمت علي؟ لا تتاثر بالاخرين. او احيانا امي كانت مثلا تقول لنا برضو، هذا كان مثل اعتقد سوداني، امي تتكلم لهجه سودانيه، ف او يغلب عليها لهجه سودانيه، فتقول مثلا تقول الكلب ينبح والجمل ماشي، تقول لنا انه يعني مشوا حالكم ايش دخلكم انتم فيه. ف يعني كانت من بعض الاشياء الجميله هذه. طبعا انا اخذت كثير من الاشياء هذه وعلمتها برضو عيالي، لانه شفت الناس سبحان الله يعني اعطتنا كذا حاجه من الرقي، من الاتيكيت، من الاسلوب الحلو كذا، فخليت انه حبيت عيالي يكون نفس الشيء عندهم. طبعا زدت عليهم شويه اشياء ثانيه كمان، حسيت انها يعني ممكن مسكتهم شويه، شديت عليهم اكثر، يعني اللي هي مثلا ما حد يفتح شنطه احد، ما حد يدخل الباب على احد من غير ما يدق وكذا. طبعا هي كلها اسلاميه اصلا في الاصل يعني، بس انه انا لاحظ انه كثير من الاطفال الحين ما عندهم هذه العادات، يعني مثلا تيجي تلاقي يدخل الباب، يفتح الباب يدخل عليك مثلا، ليه؟ طيب ليش ما تعلم هذا الشيء الولد هذا، انه من اول يفتح يدق الباب لما يدخل، عارف كيف؟ يجي مثلا يفتح شنطه امه مثلا ويبعثرها وياخذ منها اللي يبغى. انا كنت اقول له والله لو تموتون ما في حد يفتح شنطتي، يعني مش شنطتي هذه يعني لك عقاب على طول، فيها قطع رقاب فانه ما في احد يفتح شنطه، فهمت علي؟ فهم يجيبوها لي وانا اعطيهم الشيء اللي انا ابغاه منها، عرفت كيف؟ حتى الان ان شاء الله يعني ولدي كبير ان شاء الله للان ما مستحيل يعني يفتح شنطتي، يعني بس كذا خلاص تعود، وعرفت كيف؟ انه من الاول انه هذه شنطه امي، لها خصوصيتها، لها احترامها، لها كذا، ما ممنوع اني افتحها لها، فهمت علي؟ فاحيانا حتى والله يغلب مثلا اقول له روح جيب لي مثلا، ابغى اجيب شنطتي حاجه كذا، يروح يجيبها ويرجعها وياخذها مسكين، بس اقول احسن خليه كذا، لانه يتعلم اتيكيت او يتعلم الاصول يعني، عارف كيف؟ فهذه حاجة كمان جميلة جدا، مثلا انه الحمام الله يكرمكم لما يطلع الولد مثلا لازم مثلا يحط ورق للي بعده، مش انه مثلا خلاص انت خلصت استخدمت الحمام ما لك شغل في اللي بعدك، لا، حط ورق للي بعدك، نظف الحمام مثلا زي كذا. فكنت حريصة جدا على هالاشياء يعني. فانا اقول سبحان الله، طب ايش كيف فادتنا هذه العادات الاريترية والعادات اللي مثلا انا ربيت عيالي عليها، كيف استفدت منها او شفت ثمرة هذا الشيء يعني سبحان الله، واللي انا حابه اشارككم فيه. طبعا انتم عارفيني انا ما ابغى اتفاخر عليكم او شيء، هي عادات تعلمتها واستفدت منها وانقلها لكم الان، ان شاء الله تستفيدوا منها باي شكل من الاشكال، وان شاء الله انتم كمان تعلموني حاجه من عاداتكم كمان. المهم اللي صار سبحان الله، قبل فتره كانت بنتي رايحه عند عائله امريكيه او كنديه هنا في كندا، وكانوا يتعشون مع بعض، فيعني ندى كانت يعني بنتي انه كانت تستنى لما الاب ياكل، قالت تقول لها كلي كلي، قالت له لا بعدك يا عمي. فهو من وين جت هالبنت يعني انه بعدك يا عمي، ومن وين هالكلام هذا؟ كيف حس انه غريب بالنسبه له يعني. فقال لها واو يعني انه من جد يعني انت يعني مربيه بطريقه رهيبه وكذا يعني. فمش انه والله اتفاخر بهذا الشيء، هذا الفضل لله كله في اول والاخير، بس يعني سبحان الله بتفرق مع الولد، ان مثلا كنت يعني شاد عليه من اول حياته، بديك بتشوف ثماره لما يكبر، وصدقوني بعضها حتتلاشى مع الزمن، وحتتلاشى مع المجتمعات المنفتحه والمجتمعات اللي زي كذا اللي احنا عايشين فيها، حتتلاشى بعضها، لكن على الاقل لو شديت عليه من اول وعلمت انه كل شيء له اصول، وانك مش ما في شيء اسمه استهبال، ولا تدخل على مكان كذا مدرعم كذا داخل كانك ما عندك يعني من غير قيود، من غير اي حاجه، من غير ما تنتبه على الاخرين، عارف كيف؟ فهذه لقيتها انها فائده. الفائده الثانيه اللي انا لاحظتها برضو انه تعلم زي كذا الحين مثلا احترام الكبير، انه الكبير نشوف انه حاجه يعني له قدره. والمجتمعات الحاليه الحين عالميا صار الكبير ما له اي قدر سبحان الله، صار كل ما يعني يقل قدر الانسان الكبير سبحان الله. فمن الاول لو بدانا من عليهم صرينا عليهم لا
هذا كبيرك وهذا أخوك وهذا جدك وهذا أختك الكبيرة وهذا أمك وهذا كذا، أعتقد أنه يعني يظل الجيل إن شاء الله محافظ على هذا الاحترام للعائلة الكبير وما يحتقر الكبير. يعني كيف؟ لأنه في ناس الحين أطفال كثير أشوفهم ما أبدا ما في إحساس الكبير، يعني ما في احترام الكبير، يعني كيف؟ أو يدخل كذا هو مش منتبه على حاجة. هذه الفائدة الثانية اللي هي أنك تكون يقظ على محيطك، أنت منتبه دائما مين دخل مين طلع، ايش مفروض اقوم اتصرف، كيف اتصرف، كيف اعمل كذا، دائما تحس ان مثلا انك ايش مخك مشغال. طيب لكن الحين مثلا نشوف مثلا كثير من الجيل هذا اللي هنا مش مركز معك، انت موت احرق انتحر سوي اللي تبغى تسويه، ما هو حاسس فيك، عرفت كيف؟ فهي تبدا من اول، سبحان الله، الواحد يخلي العيال من اول انه لا ابوك جاء انتبه، قوم اعطيه اكل، قوم مثلا سلم على ابوك بوسه مش عارفه ايش، سلم على يده. انا اتذكر السوريين برضو قالوا لي ان هذا الشيء عندهم جميل جدا، اللي مثلا لما الولد يقوم الصباح لازم يبوس امه وابوه كذا، واحنا عندنا هي كانت سبحان الله لما تقوم الصباح كان لازم نبوس امي، اذكر هنا على الخدين وعلى الجبين، اوكي، وكان برضو نبوسهم على الكتف، مش فاكره ليش يعني، بس المهم كان على الكتف لازم نبوسهم. وأذكر جدتي عاد كان طبعا البوس الأكبر، يعني جدتي يعني نبوسها نفس الشكل، يعني هنا وهنا وهنا وعلى الكتف، وأذكر على ركبتها، على ركبتها هذه يعني زمان مرة مرة كانت، بس إنه إن هي أكبر قدرا أمي، يعني إنها أكبر يعني عمرا وكذا، فكان لازم إنه يكون فيه تقبيل أكبر يعني كذا. ف يعني كان حاجات يعني تحس إنه في اسم هذا في بروتوكولات لكل شيء، في أصول لكل شيء، في إتيكيت لكل حاجة، فهمت علي؟ فهذه بتخليك مرة يقظ وتخليك تقدر العائلة. والله أنا أحس إنه العائلة اللي بتكبر بهالطريقة يعني في احترام للأب والأم والعائلة بشكل عام، عارف كيف؟ اللي إحنا الحين صار جيل يعني أمهات الحين هذا الجيل إنه خلاص ما لنا داعي، ما نبغى نعلمهم كذا، ما نبغى نعلمهم كذا، ما نبغى نعلمهم كذا، بس ولد صاير مرة تافه ما عنده أي احترام لأي شيء، عارف كيف؟ صار يدخل مثلاً، حتى شفت والله أطفال يدخل المسجد من غير يعني ما يطلع جزمته، من غير احترام للمسجد، ولا ينتبه على أي أحد، ولا قاعد يشوف اي حد، هو كذا بس مع نفسه بس عايش، عارف كيف؟ فغير طبعا انهم مشغولين في الاجهزه، هذه شيء ثاني، هذا جريمه اخرى يعني، بس يعني انه الفكره انه انتبه طيب على اللي قدامك، مثلا ايش ممكن تسوي، ايش مفروض منك، ايش من الناس منتظرين منك وكذا. فسبحان الله يعني اذكر مره باكستانيه سبحان الله التقت فيني، يعني عرفتني فتره يعني كلمتني فتره وكذا، قالت لي امل انت اريتريا او اثيوبيا؟ قالت لي، قلت لها ايوه بس كيف عرفتي؟ انا ما اشبه اريتريا يعني. فقالت لي رقيك ما شاء الله، قالت لي انا لاحظت ان البلدين هذول فيهم رقي ما شاء الله، مش عادي يعني، كل شيء عندكم بحساب وكذا. قلت والله الله يبارك فيك يعني، جزاك الله خير وكذا يعني. فانا حسيت انه يعني انه هو هذا الشد اللي شدوا علينا اياها واحنا صغار هي اللي خلتنا بهالطريقه، عرفت كيف؟ فانا صراحه نصيحتي لكم يعني كتربويا يعني اذا عندكم اولاد وخاصة هم صغار شدوا عليهم شوية، مش إنه شدوا عليهم يعني يكونوا قاسين، لا لا لا، بس هل يعرف إنه كل شيء فيه له أصول، أوكي؟ ادخل عند بيت الناس، خلك وقف لما يسمحوا لك بالجلوس، ما تروح تجلس على طول مثلاً كذا مثلاً كذا، دائماً ظلوا قولوا لهم هذه الأشياء، والله بتفرق تفرق تفرق جداً جداً، حتشوفون إن شاء الله نتائجها جميلة جداً بإذن الله. وأتمنى أنتم كمان تشاركوني بأي عادات من عاداتكم كانت بالذات في بلادكم تحسونها اندثرت، ولكن يعني تتمنوا انها ترجع، اوكي؟ باي شيء، احترام الكبير، تقدير الكبير، مثلا اي حاجه من هالاشياء، سبحان الله، الاكل كيف تاكلون، كيف تشربون، اي شيء شاركوني فيه، علموني انتم كمان، زي ما انا اشارككم اشياء اللي من بلدي وانتم كمان شاركوني اشياء من بلدكم. انا متاكده كل الناس خير وبركه، واكيد حنتعلم من بعض حاجات جديده وجميله ونفيد بعض فيها ان شاء الله. السلام عليكم.